بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 150. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يسأل ويقول: ما هي علاقة الخاطب الذي لم يعقد بعد بخطيبته حيث هم في بلاد السفر؟ إذ أننا كثيرا ما نلاحظ أن هناك خلوة بين الخاطب والمخطوبة وقبل أن يكون هناك عقد. وجه المسلمين حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علاقة الخاطب بمخطوبته قبل العقد كعلاقته بالسائر النساء الأجنبيات منه. حرام عليه أن يخلو بها أو أن يسافر معها، تسافر معه، أو غير ذلك من الأسباب التي تجر إلى الفتنة. وكونه قد خطبها لا يصور له أن يخلو بها أو أن يسافر بها أو أن تكشف له شيئا من وجهها أو يديها أو ما لا يجوز كشفه لسائر الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها لا تزال أجنبية منه ولا تزال محرمة عليه. وما يفعله بعض الناس تأثرا بالكفار من أن الخطيب يخلو بمخطوبته ويسافر بها ويستبيح منها ما لا يباح، كل هذا مما حرمه دين الإسلام. إنما رخص الشارع للخاطب الذي يطمع في إجابته، رخص له أن يرى منها ما يرغبه في نكاحها، بأن يرى وجهها أو شيئا من أطرافها، ولا يتوسع في هذا، وإنما بقدر ما يرغبه فيها أو يرغبه في تركها. ويكون ذلك بحضرة وليها، أو يكون ذلك على حين غفلة منها، يعني يترصد أو يتخبأ لها وينظر منها ما يرغبه فيها أو ما يقنعه بتركها. هذا هو الذي رخص فيه الشارع. أما أن يزيد على ذلك بما يفعل في بلاد الكفار من استباحة الخاطب لمخطوبته بكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر من أمور الجاهلية ومن عادات الكفار، لا يجوز للمسلمين أن يقروه ولا أن يعملوا به. الحاصل أن الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، ولا علاقة بينهما إلا بالعقد الشرعي الذي يبيح له منها ما يباح للزوج من زوجته. عقد الشرعي الذي توفرت فيه شروطه وأركانه، وقبل العقد كل منهما أجنبي من الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في جزء آخر من السؤال شيخ صالح يسأل عن الهدايا، وما أدراك ما الهدايا وما هو توجيهكم شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. الهدايا يعني بين الزوجين أو بين المخطوبين أو بين الخاطبين؟ لا بأس بالهدايا، الحمد لله، لا بأس بالهدايا، أن يهدي لزوجته أو لمخطوبته ما فيه منفعة لها من حلي أو ثياب أو أوان أو غير ذلك. أمر الهدايا أمره سهل، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسأل: كيف يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى غفر ذنبه وقبل توبته؟ لا أحد يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن يرجو أن الله يقبل توبته. إذا تاب توبة صحيحة، ترك الذنوب وندم على ما حصل
عزم أن لا يعود إليها في المستقبل، فإنه إذا توافرت هذه الشروط هذه علامة على صدق التوبة وعلامة على قبول الله لها، لأن الله وعد من تاب توبة صحيحة أن يتقبل الله منه، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكن الشأن في العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته. من علامة قبول التوبة توفر شروطها بأن يترك الذنوب ويعزم أن لا يعود إليها ويندم على فعلها، وإذا كانت هذه الذنوب مظالم للعباد فإنه يستبيح منهم ويرد عليهم مظالمهم إذا طلبوها. وكذلك من علامات التوبة، من علامات قبول التوبة، صلاح العبد إذا كانت حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل، ووجد من نفسه إقبالا على الطاعة وبغضا للمعاصي، فهذه علامة على قبول توبته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح عن إحفاء اللحية، عن إعفاء اللحية وحف الشوارب، وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من خصال الفطرة ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعفاء اللحى بمعنى إكرامها وإرسالها وعدم التعرض لها بقص أو حلق، وكذلك عدم التعرض لها بصبغ بالسواد الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. كل ذلك من ما يشرع في حق اللحية، إكرامها وإرسالها وعدم التعرض لها بقص أو حلق أو صبغ بالسواد إذا كان فيها شيء، وإنما تصبغ بغير السواد. وأما إحفاء الشارب فمعناه قصه وجزه، حيث لا يترك يطول وإنما يتعهده بالقص أو بالجز ولا يتركه يطول ويشوه وجهه. فإن من عادات الكفار ومن قلدهم من المسلمين أنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي هي من سنن الأنبياء، وهي أنهم يحلقون لحاهم ويعفون شواربهم ويوفرون شواربهم. هذا من مخالفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الواجب العكس، إعفاء اللحية وتوفيرها وإحفاء الشارب، لأن هذا هو الجمال وهذا هو الكمال للرجال. أما العكس فهذا من الدمامة ومن تشويه الصورة، وأعظم من ذلك من مخالفة الهدي النبوي الذي لا صلاح للعبد إلا باتباعه والتمسك به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ما صحة هذا الحديث وما هو شرحه لو تكرمتم، وما العلاقة بينه وبين هذا القول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان جزاكم الله خيرا؟ الذي يعرف أن هذا أثر يذكر ولا يتيقن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه مأخوذ من الآية الكريمة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر هذا صلاته غير صحيحة، وقد يصلي صورة ولكنه لا يصلي حقيقة، لأن تكون صلاته صلاة صورية لا خشوع فيها ولا إقبال على الله تعالى فيها، أو لا يؤديها على الوجه المطلوب مع الجماعة وفي المساجد، أو يخرجها عن وقتها. هذه صلاة إما أنها غير صحيحة وإما أنها ناقصة نقصا عظيما، فهذه الصلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، إنما الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الصحيحة التي تؤدى على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها وفي أوقاتها ومع جماعة المسلمين. هذه هي الصلاة، وبخشوع وحضور قلب، هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة الصورية الخالية من هذه الأمور هذه ليست صلاة صحيحة، وإن كان صاحبها لا يؤمر بالإعادة لكن ليس لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المقامة، أي التي توفرت فيها أحكام الصلاة المطلوبة، يعني هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الرجل يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر فهذا دليل على أن صلاته فيها خلل وفيها نقص لسبب من الأسباب، إما لأنه لا يصلي مع جماعة من غير عذر شرعي، وإما لأنه لا يصلي في الوقت من غير عذر، وإما أنه يصلي مع الجماعة وفي الوقت لكنه لا يخشع في صلاته ولا يحضر قلبه فيها، وإنما يسرح مع الهواء مع الأوهام والوساوس ولا يدري ماذا صلى ولا ماذا قال الإمام، أو يصلي صلاة غير تامة الأركان والواجبات والشروط بأن ينقر الصلاة ويخل بها ولا يطمئن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وجاء وسلم عليه قال
صلي فإنك لم تصلي. قال له لم تصلي مع أنه صلى في الصورة. لماذا؟ لأنه كان لا يطمئن في صلاته، كان لا يطمئن في صلاته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي مع أنه صلى في الصورة. هذا دليل على أنه ليس المطلوب صورة الصلاة، وإنما المطلوب حقيقتها. الذي يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر هذا دليل على أن صلاته فيها خلل أو فيها نقص. أما لو تكاملت الصلاة فإنه لا يأتي الفحشاء والمنكر، لأن الله أخبر خبرا مؤكدا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن المراد الصلاة الصحيحة المقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا نقصت فإنه ينقص تجنبه للفحشاء والمنكر، قد يقارف شيء من الفواحش والمنكرات. وإذا عدمت الصلاة الصحيحة الكلية فإنه ينعدم أثرها. قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة هو من هذا الباب، يعني من حافظ على الصلاة في المساجد فإنه يشهد له بالإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيره وإسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فكونه يعتاد المساجد ويتردد عليها هذا دليل على إيمان، أما كونه يتخلف عن المساجد فهذا دليل على النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. التردد على المساجد من علامات الإيمان، والتخلف عن المساجد من غير عذر من علامات النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل معلق قلبه بالمساجد، معنى أنه يألف المساجد ويحبها ويتردد عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما يتردد السؤال عن كيفية الخشوع في الصلاة الصالحة، فهذه هي الأخت المستمعة فميم عين مع من يسأل فتقول: كيف يستطيع المسلم أن يخشع في صلاته على الوجه المطلوب شرعا، بحيث أنه لا يفكر في صلاته بأمر من أمور الدنيا على الإطلاق، ثم تقول عن نفسها: أنا أحاول أن أخشع في صلاتي ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أتحكم في تفكيري، فأجده أحيانا بعيدا عن الصلاة في أشياء أخرى، وأتمنى أن أحس بلذة الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، وكذلك مثل سلفنا الصالح الذي كان أحدهم يصلي فيقع الحائط بجانبه فلا يحس به من شدة استغراقه في الصلاة، فكيف أستطيع أن أكون كذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الخشوع في الصلاة أمر مطلوب وهو روح الصلاة ولبها، وللخشوع أسباب، منها الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلاة واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها تذكر الوعد والوعيد في الصلاة، تذكر الإنسان الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أدى الصلاة، والوعيد على من عصى الله سبحانه وتعالى. تذكر هذا، يتذكر هذا خشع رغبة ورهبة، رغبة في الثواب وخوفا من العقاب، مع استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى، يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه ومن يناجيه بكلامه. ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا وقف أمام أمير أو ملك من الملوك ماذا يكون حاله من الهيبة ومن الحساسية، ويخشى أن هذا الأمير أو هذا الملك ينتقده في وقفته أو في أدبه. الله جل وعلا أحق وأولى أن يعظم وأن يخاف، لأنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ينصب وجهه كما صح في الحديث قبل وجه المصلي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر ما جاء في الحديث. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل، والله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، يعني لا تلتفتوا بقلوبكم، وكذلك لا يلتفت برقبته ورأسه أو بجسمه، ينحرف عن الاتجاه القبلة، والأولى لا ينحرف بقلبه أيضا عن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستعيذ بالله من الشيطان في أولها بحضور قلب. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يتدبر القرآن الذي يتلوه في الصلاة، ويتدبر الأقوال والأفعال التي
يؤديها في الصلاة من تكبير وقيام وقعود وركوع وسجود، يتدبر هذه الأشياء، وأنه يفعل هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى وطاعة له. وكذلك لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب من الأسباب، إما بسبب حضرة طعامه وبحاجة إلى الطعام، أو بسبب أنه مشتغل بوجود الأخبثين البول والغائط، أو بسبب شدة برد أو شدة حر، إن هذه تشوش عليه صلاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. هذه من أسباب الخشوع. ومن أسباب الخشوع أيضا إطابة المطعم بالأكل من الحلال، تجنب الحرام، إن هذا من أسباب الخشوع في الصلاة. فالذي يأكل الحرام ويكتسب الحرام هذا لا يجد لذة الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا هذه المستمعة فتقول: ما هي الطريقة الفضلة لطلب العلم للمرأة المسلمة، وأي هذه العلوم التي يستحب تعلمها؟ ولو تكرمتم شيخ صالح، نحن في نهاية الحلقة. نعم، كل طرق لتحصيل العلم بالنسبة للمرأة ولغيرها هو الإقبال على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والتدبر وقراءة التفاسير الصحيحة لكتاب الله عز وجل، هذا من أعظم أسباب العلم. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظها أو حفظ ما تيسر منها أو مطالعتها بعناية وقراءة شروحها الصحيحة، أيضا هذا من أسباب حصول العلم، هذه من وسائل تحصيل العلم النافع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم.